ست رفيف احنا المختصر مالنا يعني صار اكثر من شهرين نسوي مناشدات، لقاءات على القنوات الفضائيه، لقاءات تغطيه مظاهرات، بس لحد الان ماكو اي استجابه. شنو هي المشكله؟ الغاء امتيازات الطلبه المتميزين. زين. والغائها جاء بقرار متاخر جدا. يعني شنو الغاء؟ الغاء الطلبه المتميزين كان عندهم انه اقل 5 درجات معدل تقديم الطب العام خارج العراق. نعم. اضافه الى اقل 5 درجات تقديم كليات الطب الاهليه. نعم. اضافه الى انه القناه كانت 15 رجعت 10%. نعم. هذني التخفيض المعدل باقل 5 درجات شو وقت اللغت؟ نعم. اللغت بعد ما الطلاب ادوا امتحان واخذوا النتائج. يعني اللي يدرس في المدارس مدارس المتميزين الى امتيازات خاصه؟ كانت امتيازات كانت موجوده اللي هي قلت لي عليها تخفيض 5 درجات من المعدل عن الدراسه خارج القطر، وخمس معدلات في دراسه الطب في الكليات الاهليه. 5 درجات. 5 درجات. نعم. يعني اذا الوزاره حددت 95 هم 90. اذا الوزاره لغت هسه 90 ايش وقت اللغت هسه؟ احنا لو ملغيه بدايه السنه، نص السنه، قبل اللي يمتحنون اولادنا مو مشكله. لعد. بس اللغت ورا ما اولادنا دخلوا الامتحان. نعم. واولادنا استلموا النتائج. طيب. يعني ضيعوا حساباتنا يعني. نعم. ضيعوا حسابات احنا اولياء الامور واولياء وابنائنا الطلبه، احنا كنا محاسبين ابننا ما يخالف خليه يجيب 90، خليه يجيب 92، خليه يجيب 93، عنده امتيازات 2، اول امتياز بانه يدرس طب خارج العراق لمده سنه ويرجع على الموازي الدولي يضيفون له 5 درجات. نعم. اضافه الى انه عنده امتياز ثاني يقدم على كليات الطب الاهليه داخل العراق ايضا باقل من 5 درجات. نعم. ايضا اللغت. نعم. اضافه الى انه قلل درجة الموازي. نعم. من 5 درجات إلى 3 درجات. نعم. هذا صار وياكم هسه. هالسنة. نعم. إحنا إذا يعني لو نبلغيكم من البداية أنتم ما تخلون أولادكم بالمتميزين. أولادنا نخلي إما يأجل درس أو عيد السنة إذا شاف معدله مو زين، أو إذا ما عنده إمكانية يجيب فوق 90 نقول له بابا أقعد عيد على السنة الجاية حسن معدلك. نعم. بس إجتنا صدمه يعني مو بس الي، اولادنا يعني في حاله هستيريه، والله انا ابني تجيب القناه يقول لي ما اقدر اقوم ابكي ما اقدر. طلع معدل؟ انا ابني طلع 93. 93 وشنو كان في باله؟ طب عام لو شنو؟ احنا انا انسق وياه انه قلت له بابا المهم تعبر ال 90. نعم. احسن شنو عندك امتياز بابا؟ عندك امتيازين تقدر، فاما طب اهلي داخل العراق اما اطلعك تدرس سنه خارج العراق. ايران، مصر، الاردن، وترجع سنه بس سنه واحده وترجع تكمل هنا تعادل شهادتك. وطالب المتميز اصلا ما يحتاج شهادته، هذا طالب صار له 6 سنوات يدرس باللغه الانجليزيه. صحيح. مواد علميه. صحيح. اضافه الى انه اللغه الفرنسيه لغه اثرائيه عنده ايضا من الاول للسادس. نعم. طالب يعني منهك، طالب تعبان. نعم. ما عنده مجال للترفيه. نعم.